بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه الافاضل اكل الميراث وظلم الورثه ذنب عظيم يظلم به البعض ويفرح به الناس احيانا وانه ذنب عظيم عند الله سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى بعث نبيه في فتره انتشر فيها الشرك وكثرت فيه الجهاله وعمت وطمت فارسل الله سبحانه وتعالى نبيه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وان مما كان عليه اهل الجاهليه الظلم الذي هو وضع الشيء في غير موضعه وعدم اعطاء الحق لما يستحقه وان من صور الظلم المنتشر في اواسط المسلمين الا من رحم الله عز وجل ظلم المراه في حقوقها من الميراث الذي اوجبه الله علينا وعجل وجعله فرضا منه سبحانه وتعالى، فالذي فرض علينا اعطاء المراه حقها من الميراث هو الذي فرض الصلاه والزكاه والحج، يقول الله تبارك وتعالى مبينا حقه من الميراث للرجال نصيب مما ترك الوالدين والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. في هذه الآية ايها المسلمون يبين الله سبحانه وتعالى ان للنساء حقا اوجبه الله علينا في الميراث من الوالدين ومن الاقارب سواء كثر ذلك المال او قل ثم قال نصيبا مفروضا اي مقدار قدره الله جل وعلا ويبين الله سبحانه وتعالى هذا النصيب المفروض ووضحه غايه الايضاح يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذه الايه ذكرت كثيرا من ميراث النساء من ذلك ميراث البنات من اباهن من ابائهن وامهاتهن وكذلك ميراث الام من ابنها او ابنتها فبين الله سبحانه وتعالى ميراث الام من ابنها او ابنتها فبين الله سبحانه وتعالى ميراث الزوجه من زوجها وميراث الاخوه من الام والاخوات من الام ثم قال سبحانه وتعالى واسمع ايها المسلم ما قال الله جل وعلا بعد ان بين نصيب النساء والرجال تلك حدود الله تلك حدود الله أي المتقدم ذكرها هذه الآية تلك حدود الله من الميراث ومن يطع الله ورسوله ندخل جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم لمن؟ لمن امتثل أمر الله عز وجل وعطى وأعطى أخته حقها وابنته حقا وزوجته وزوجة أخيه حقها وأعطى أمه حقها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله بأن يحرم النساء من الميراث مشابها لأهل الجاهلية الذي كانوا الذين كانوا يحرمون الصبيان والنساء ويقولون كيف نعطي من لا يقاتل ولا يحمل سلاحا ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين له عذاب يصيبه الذل والهوان والخزي في الحياة الدنيا والآخرة احذر أيها المسلم أن تمنع أختك من ميراثها جهارا نهارا أو بالحيل الملتوية وأن تمنع أمك أو زوجة أخيك أو زوجتك من بنتك أو بنتك فله عذاب مهين له عذاب مذل مخزن عباد الله عياذنا الله من هذه الامور فصار يزين له ان هذا المال ماله وليس لاخوته فيه حق او ليس لعماته من مال من مال جده حق او ليس لاخواته او بناته حق او ربما احتال على المسكينه وخدعها بكلام معسول احذر ايها المسلم ان تبيع دينك بقطعه ارض او بمال قل او كثر فان هذا من البغي وإن هذا من قطيعة الرحم أيها الإخوة أيتها الأخوات حرمان النساء من ميراثهن وجد فيه أمرا أمرا فهو بغي وتعد وأكل لما لها بغير حق وهو يؤدي إلى قطيعة الرحم التي أمر الله أن توصل التي هي معلقة بشجنة العرش يقول الله سبحانه وتعالى يقول لها رب العزة ألا ترضين أن أصل من وصلك واقطع من قطعكِ عباد الله احذروا من عادات اهل الجاهليه الذين يقولون نحن لا نورث النساء لا نورث الغريب كيف اعطي المال لرجل غريب يصل به زوج الاخت؟ اعطاه الله سبحانه وتعالى الحكم العادل قسم المواريث اياك ايها المسلم ان تعصي الله تعالى بعض الناس يخادع نفسه حاله كما قال الله جل وعلا يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون إلا أنفسهم يذهب إلى أخته بين الحين والآخر ويعطيها مالا يسيرا ضئيلا سواء في مناسبة عرس أو في مرض أو في غيره ثم يأتي بعد أمد بعيد ويقول قد أعطيتك حقك أخذته كاملا موفرا وهذا ظلم وحيلة وفيه مشابهة لليهود أهل الحيل وبعض الناس يعطي أخته على مضاضة الا انه يعطيها الشيء الذي لا يساوي شيئا يعطيها الردي ولا يعطيها الارض انما يعطيها نقدا وهذا محرم الا اذا كان بطيب نفس وبعض النساء تفرض علينا العادات الا تطالب بحقها فيقول الاخ قد سامحتني اختي وهذا لا ينفعك بين يدي الملك العلام جل وعلا لانه مطلع على السرائر سبحانه وتعالى يقول اهل العلم اذا كان من باب العاده وان المراه اذا طالبت حقها سلقوها بالسنه حداد أشحة على الخير قالوا وقحه ما تستحي تطلب حقها من اخوانها جشعه الى غير ذلك ويساعده في ذلك بعض الجاهلين في المجتمع ويؤيدوه فان هذا من عادات اهل الجاهليه ولا يجوز لك اخذ المال ولهذا يحتال بعض الناس على النساء ويذهب إليها ويقول القطعة الفلانية لا تساوي شيء وهاي الأرض ما تسوى شيء أو هي في مخطط طريق أو نحو ذلك وأما القطعة الفلانية فهي كذا وكذا وكذا وأنا سأعطيها لك بتحايل ويخادع نفسه يخادع نفسه ويظلم أخته واسمع إلى ما رواه ابن ماجه والحاكم وابن حبان والإمام أحمد في مسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اني احرج حق الضعيفين اليتيم والمرأه اي اجعل من يتعدى على حقيمه في حرج وفي ضيق ولو ملكت الدنيا باسها من وراء ابيك او جدك فانت في ضيق وفي حرج اياك ان تساوم بعض الناس اياك ان تساوم اهلك فبعض الناس يساوم اخته ان طالبت بشيء سواء بلسان الحال ام بلسان المقال هذا نهاية الأمر بيني وبينك أيها الكرماء هدانا الله جميعا فإن من التعدي والظلم في مسائل الميراث أن تترك بعد المورث سنين عددا ينتفع بها بعض الورثة دون البعض فلا يقسمون الميراث ولا يتكلمون في الميراث وتذهب البناية أو البيت إلى التهدم أو إلى الانهيار فلا تصلح للسكن وينزل شعرها ويصبح شعرها بسيطا في حين لو قسمت واستفاد أهلها من ميراث وهم في حوج والبعض في حوج ولكنهم لا يستطيع أن يكلموا أخاهم الجبار الظالم في هذا الأمر بعض الورثة في حاجة وضيق وقد يطالب بعضهم بالقسمة فما يسمع الا الوعود الكاذبه والمماطله وهذا من الظلم عباد الله لانك تمنع الحق اهله لانك تمنع ان يصل المال الى اهله وهذا من الظلم وان تنتفع به دونهم هذا من الظلم الواجب هذا من الظلم السائد الواجب هو ان يقسم المال بمجرد موت المورث بعد النظر في حقوقك الوصيه والديون ونحوهما اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديني وانتم الى ان نمشي على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نظلم انفسنا او نظلم احدا من من الخلق اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهدايه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.